السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أحب أقدم تحياتي لكل الناس اللي بتتابعني، كلكم كلكم بلا استثناء، ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. وأخيرا الجلبيات المصرية الأصلية، كتير كتير ناس طلبت مني محلات للجلبيات المصرية الأصلية. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين كده محل يا جماعة فيه تشكيلة جلبيات في منتهى الجمال والروعة، واللي أجمل من الجلبيات هو سعرها. أي جلبية في المحل ده على 50 ريال، كويتي مصري كشميري، قولوا زي ما تقولوا. هندخل ونشوف الأسعار والألوان. بسم الله. السلام عليكم يا أبو محمد، يلا ورينا عندك إيه النهاردة. بسم الله وعلى بركة الله. أيوة على 50 طبعا. بسم الله ما شاء الله ألوانها، بس ورينا بقى حاجات من دي، الحاجات دي مطلوبة أوي برضو. دي برضو فيها ألوان. لا برضو دي مطلوبة برضو. بسم الله. أيوة ما شاء الله، والمقاسات كبيرة اهي. اه دي فري سايز قصات كويت ما شاء الله. وعندك هذه برضو فري سايز قصات كويت دايما. أيوة الجلبيات المصرية مطلوب. بسم الله ما شاء الله، حلوة دي شكلها حلو. كمان هذه جميلة جدا برضو السعر. بسم الله ما شاء الله جميلة على 50. تمام. هو دايما كمان القصة المغربية. أيوة المغربي ده دايما مطلوب والناس بتسأل عليه. بسم الله. منها ألوان إيه؟ فيها أربع ألوان. تمام. نادي وأسود. طب ورينا الأسود لو في مجال، عشان الأسود بيبان أكتر يعني. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بصوا المحل ده تحفة، في كل حاجة، كل المقاسات وزي ما احنا شايفين. ايوه الاسود ده ملك الالوان طبعا. بسم الله ما شاء الله، حلو. في اشياء كتيره مش معروضه عندك، الميدل اصيل زي كده برده. اه دي حاجات دي قصيره. اه في ناس بتطلبها برده، اللي هي بتاعه مصر برده. ودي برده فيها الوان من هديتي. وعندك المصري دي فيها الوان، فيها بشر شوفي كمان. اه دي برده جميله. بسم الله ما شاء الله، هو بيوريني الالوان بقى واحده واحده عشان ايه تبقى باينه كده. ده بيجي منها اسود وبيجي منها ابيض وبيجي منها لحمي. اسود وابيض ولحمي، اللحمي ده اللي هو لون الجلد. ما شاء الله. ورينا تاني اللي مش معروض، وريه لنا. هنتعبك شويه معلش. شكلها حلو. المحل ده يا جماعه موجود في سوق التلات، رقم المحل بتاعك كام؟ 66. بسم الله ما شاء الله. دي جميله فخامه، منها ايه دي؟ منها اللون الوردي. عندك الوردي وعندك ده نفس اللون. واللون ده كمان معرفوش. وعندك كمان اللون البني، دي الوانها. ايوه بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعه عشان ما نتعبش الراجل ويقعد يطلع، هي زي اللي معاه بس الالوان بقى اهي، اخر فخامه بصراحه. الناس اللي سالتني على الجلبيات المصريه، خلي بالكم بقى الجلبيات المصريه دي ولا بتكش ولا زي الايه القمشه اللي هي الفسكوز اللي مجرد الواحد ما يغسلها تكش. دي بقى موضوع تاني اهي، الوانها روعه بصراحه. بسم الله ما شاء الله. ودي الكشمير دي برضو في اه في ناس بيطلبوها. الوانها في اربع الوان اللي باقي منها. اه فيها ازرق وفيها اصفر وفيها الابيض وفيها البيج. ازرق واصفر وبيج وفيها الكحلي. وكحلي اللي هو زي الازرق. اللون ده جميل. بسم الله ما شاء الله روعه. اللي تحس انه مش معروض وريه لنا عشان الناس تاخد فكره، واللي عايز يجي خليني اجي عندك. اشكال النص كوم. اه بسم الله. نصكم دينا واحدة واحدة كده. أربع ألوان. الله الله روعة روعة. هي أصفر وأسود. تمام. واللحم طبعا دي على 50. ها أيوة. تمام. وعندك هذه برضو بجيوب. بسم الله كده برضو. أيوة الحاجات المشخلعة دي ما شاء الله، في منها خمس ألوان بسرعة كده. ألوانها كحلي. الأسود والكحلي والبيج وال أيوة ما شاء الله ما شاء الله، اخر فخام. ده بالنسبه للموديل ده روعه، اللون ده عندك روعه. غصن الزيتون ورينا. بسم الله بسم الله ما شاء الله جميل. اربع الوان، كحلي والبيج ووردي. تمام تمام تمام. ده بالنسبه الله يرضى عليك. طيب اها في عندك ده بسم الله. ايوه الاصفر ده جميل، الوانه ايه اللي عندك؟ في ابيض وتركواز والاصفر وبني طبعا كله على 50.
هذه على كم هذه؟ طيب كلمي الزبونة وانا هكمل هنا. هنا زي ما احنا شايفين يا جماعة، بصوا عنده مجموعة جلابيات مصرية بسم الله ما شاء الله، اخر جمال. بص هو ورانا اللي مش معروض، الحاجات المعروضة بقى منها قصير ومنها طويل. والحاجة دي، الحاجة دي اللي فضحانة في كل مكان، مش اخلاعة دي. كم سعرها يا ابو محمد؟ لا دي 100. دي 100، دي 100 لازم تكون غالية. فيها ثلاث قطع. ايوه ودي برضو حاجات قصيره، يعني هو عنده حاجات طويله وحاجات قصيره. بسم الله ما شاء الله، اذواق الناس يعني، كل واحد وله ذوق. هذا مصري ها؟ وانا مصري. كله مصري. الله يبارك. الاحمر ده جميل. بسم الله ما شاء الله. شوفوا الاسود ده روعه بصراحه. والابيض والاصفر الازرق. دي بقى بكم اللي هي نظام الكالوش من تحت. هلا امك كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ كيف حالك ام حسين؟ عارفني بعد مصري. لازم ايوه لازم هديه لامك. لا لا ما عليك، والله ما البسهم، والله ما البسهم يا بنت الحلال. لا لا عادي عادي، اللي لو عايزها الراجل ما بيقصر. ما بي... عندنا كتير بقى، احنا مصريين يا ام حسين زهقانين من الحاجات دي. انا واحده وانت واحده. عادي انت بالعافيه عليك. بس سوا. ما عليك. احنا لاننا في مصر فالحاجات دي بالنسبه لنا عادي يعني، ما شاء الله اكتر ما بيسال عليها السعوديين. والمحل بتاعه فيه حاجات حلوه. حلوه حلوه. طيب غصب ولبس. روعه وما بتكشش، احلى حاجه انها بتكش، الحاجات دي روعه. اي والله احنا مصريين ناخد منها على طول. نعمل ده على الرقم. اي والله حلو ما بتكسش. ابغى شو معبود في واحد على ابشر. ها؟ عندك واحد ابشر. انا قلت لابو سلطان بس قال لي ما هو فاضي ما ادري وش فيه. طيب اكمل بس دقيقتين كمان عشان اكمل الفيديو. عندك حاجة تانية يا أبو محمد تبغى تعرضها ولا تكمل مع الزباين؟ طيب ايش مرتناش انت دي؟ دي قصك وانت معنا طلعتها. في عندك كمان لا ورينا الحاجات اللي فيها شغلها دي. بسم الله الله الله. منها ألوان ايه دي بقى؟ فيها خمس ألوان. تمام. أربع ألوان. تمام. مش عارف ايه يا أبو محمد. ايه يا أبو محمد. حلو. يلا روح شوفها على ما اشوف. حلو اللون ده روعه. مغربيه ولا مصريه؟ في مغربي وفي مصري وكله. في اربع الوان. الالوان يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. لا تسلمين الله يرضى عليك. وجت ام حسين سلمت عليا كده واتكلمت معايا كلمتين وجم متابعين للقناه برضو بسم الله ما شاء الله، ربنا يصلح حالهم يا رب اللهم امين. وده يا جماعه القصير اللي قلت لكم عليه والطويل، بس عنده مجموعه الوان بسم الله ما شاء الله، وعنده حاجات صغيره زي ما احنا شايفين كده. دي شايفه؟ دي جميله بسم الله ما شاء الله، للبنات الصغيرين زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لكم الحاجه دي اللي فضحانه، مش عايزين نصورها خالص. حاجات زي كده بسم الله ما شاء الله، خليني اوريكم بقيه المحل. بس مقاسات كلها زي كده. يا حلوه. ايوه كل الحاجات دي زي ما قلت لكم على 50 ريال ولا بتزيد ولا بتنقص، 50 ريال الا دي، دي ب 100 مش عايزينها خالص. بسم الله ما شاء الله، اخر جمال بصراحه. مشجرات. بصوا المجموعة دي بقى هايلة ملهاش حل بصراحة. المحل محلك رقمه كام يا أبو محمد؟ كم رقم محلك؟ كم رقم محلك؟ 66. اه رقم المحل بتاعه 66، هو في سوق التلات، تدخلوا سوق التلات كده وتاخدوا يمين. اه يمين 66. الكارت اهو عشان لو حد سألني. اه لأن كتير ناس بيسألوني على الجلابيات المصرية، المنشاوي للجلابيات المصرية اهو، ورقم جواله للي عايز يتصل ويسأل. بس زي ما قلت لكم هي دي كل الموديلات اللي عنده، وعنده كتير بسم الله ما شاء الله، كل المقاسات موجوده عنده. وعنده برضو الصغير ده للبنات الصغيرين. وريني هادي يا ابو محمد بالله عشان ما صورتهاش. الصغيره دي عندك منها ايه؟ ايوه دي ما صورناهاش خالص. شفتوا دي يا جماعه؟ دي 11 لون. بسم الله ما شاء الله. 11 لون. امسك امسك ملبوخ هو مع الزبائن.
زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، اخر جمال بصراحه. لون التركواز ده رهيب، واللي جنبه صراحة عاجبني عاجبني، انا باخد منه ده وده ان شاء الله باذن الله العظيم. والنبيتي برضو جميل ملوش حل. زي ما قلت لكم يا جماعه المحل بتاعه في سوق التلات، رقمه 66، الكارت بتاعه اهو، المنشاوي للجلبيات. بصراحه كل حاجه عنده جميله وكل حاجه عنده حلوه. بكام؟ حاضر، باي عبايه عنده او اي جلبيه مصريه عنده او مغربيه او كشميري، بكام؟ ب 50 ريال، عشان لخبطنا الناس كتير. هنروح عند ام حسين بقى نصور عندها، حبيبتي ام حسين صاحبتي. بسم الله ما شاء الله اهو، عشان ايه؟ عشان نخلص بقى ونمشي. محل هو معلهوش يافطه، بس زي ما قلت لكم المحلات هنا بالارقام 66، يعني محله معروف، هو الوحيد اللي بيبيع جلابيات مصريه هنا اهو. الراجل الطيب ده اهو زي ما احنا شايفين كده، الحاجه اللي احنا مش عايزين نشوفها ده، هي اللي فضحانه في كل مكان ب 100 ريال محدش يشتريها. خليكم في الجلابيات اهي. بسم الله ما شاء الله، بجد عنده تشكيله هايله جدا جدا جدا، اخر جمال بصراحه. طيب عطي وحده جديده من دي. طيب مين الوان احلى حلوات؟ انا باخذ يا حلوه. عندك هذا اللون؟ هذا اللون ولا؟ بس يا جماعه، ودي كانت جولتنا في الجلابيات المصريه للناس اللي سالوني عليها. ان عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، وان عجبتكم الجلابيات المصريه تعالوا اشتروا من عم مين؟ عم ابو محمد المنشاوي، جلابيات المنشاوي، وده رقمه للي عايز يتصل ويسال. وهي دي كل الالوان والاشكال اللي موجوده عنده، انا صورتها لكم كلها، ما خليتش حاجه في المحل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.